أكدت مديرة إدارة التعويضات ودعم التعطل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيدة فوزية صالح شهاب أن إنجاز معاملات المواطنين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة عن بعد في مجال توفير إعانات وتعويضات التعطل تسير بكل سلاسة وانسيابية منذ نهاية شهر مارس وحتى منتصف مايو 2020، وأشارت إلى أن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، لافتة إلى أن فريق إدارة التعويضات ودعم التعطل يتابع إلكترونيا وعبر الاتصال المباشر بانسيابية جميع طلبات الفئات المعنية وإنجازها عن بعد بجودة واقتدار تام. وقد أنجزت الإدارة 12,296 معاملة إلكترونية لمستحقي إعانة التعطل ومستحقي تعويض التعطل، بالإضافة إلى إصدار قوائم استحقاق إعانة وتعويض التأمين ضد التعطل. وإلى جانب ذلك، فقد قامت إدارة التعويضات ودعم التعطل بتقديم خدمات متنوعة عن بعد خلال الفترة المذكورة، حيث قامت بتسجيل 823 باحثاً عن العمل للمطالبات المتكررة بالنظام للاستفادة من إعانة التعطل. وأشارت مدير إدارة التعويضات ودعم التعطل أن تطبيق الوزارة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل هذه الظروف الاستثنائية وإنجاز معاملات الجمهور عن بعد يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة وصحة الجميع، سواء من موظفي الوزارة أو الفئات المستهدفة.